لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يعود لحكم البرازيل. فبعد أكثر من شهرين على فوزه في الانتخابات، وقف دا سيلفا أمام الكونغرس لأداء القسم وسط حفاوة من مؤيديه وأعضاء حزبه. الغائب الأبرز عن الحفل هو سلفه جاير بولسونارو الذي غادر قبل يومين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لكن بولسونارو كان حاضرا في خطاب دا سيلفا، فقد اتهمه بإفساد أمن البلد واقتصاده وديمقراطيته وبالتسبب بوفاة 680 ألف مواطن بسبب إهمال مواجهة فيروس كوفيد 19. نحمل رسالة أمل وإعادة إعمار للبرازيل. لقد دمرت بشكل ممنهج في السنوات الأخيرة الإنجازات العظيمة لأمتنا في مجالات القانون والسيادة والتنمية، والتي بدأت منذ 1989. في الساحات والشوارع احتفل الرئيس الجديد على وقع هتافات عشرات الآلاف. صال وجال في العاصمة برازيليا وسط إجراءات أمنية مشددة بسبب الاحتقان الذي تشهده البلاد التي قادها دا سيلفا بين 2003 و2011، محدثا فيها نهضة اقتصادية وتنموية، ثم عاد لصفوف المعارضة ومنها إلى السجن بتهم تتعلق بالفساد أسقطت لاحقا. اصطحب معه مجموعة متنوعة ضمت أطيافا من سكان البلاد، وفي تقليد امتنع عنه سلفه قدمت عاملة نظافة سوداء وشاح رئاسة البلاد لدا سيلفا. أمام عامة الناس استخدم دا سيلفا معجمه اليساري الداعم للطبقات الهشة والداعية لمواجهة الجوع والفقر وغياب المساواة وانعدام الأمن وفوضى السلاح. الهوة الاجتماعية تمثل عقبة أمام بناء مجتمع عادل وديمقراطي واقتصاد مزدهر وحديث، ولذا فإنني ونائبي نقف أمامكم اليوم لإعلان الالتزام بأننا سوف نحارب بكل ما أوتينا من قوة جميع أشكال عدم المساواة في بلدنا. في اليوم الاحتفالي الطويل استقبل الرئيس البرازيلي الجديد قادة العالم الذين قدموا لتهنئته، وكان لافتا الحضور البارز للقادة ذوي التوجه الاشتراكي، وكان بعض الرؤساء السابقين في أمريكا اللاتينية من نجوم الاحتفال. وفي اليوم الثاني للولا في الحكم سيتعين عليه مواجهة ملفات شائكة، بدءا من الفوضى والتفكك الاجتماعي وانتهاءا بإعادة بناء الاقتصاد وفقا للمدرسة التي ينتمي إليها.